بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل حب. أهلا أهلا حبايب قلبي. اليوم أنا تعبانة وأبغى أسوي أسهل طبخة. طبعا اليوم جمعة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبغى أسوي كرات اللحم البقري، بسويها مع الخضروات ودخلها الفرن وصلى الله وبارك. أقطع الخضروات، طبعا أقطعها كذا أحجام كبيرة شوية وبهرها. أنتوا بهروها زي ما أنتوا حابين. أنا مثلا بحط بهارات مشكلة، بحط مثلا ثوم بودر، بصل بودر، زيت زيتون، قرفة، فلفل أسود، أكيد لا غنى عنه، بابريكا مدخنة، بابريكا حلوة، وأبغى أحط شوية صفار الزعفران عشان يعطيها لون، ورشة ملح. زي ما أنتوا شايفين يا حبايب قلبي، خلاص قطعت الخضروات بشكل كبير زي ما أنتوا شايفين، بندورة، فلفل رومي، فلفل حار، شيء أساسي يعطيها نكهة وطعم مرة لذيذ، وجزر. دحين خلاص أفك الكرات وأحطها معها عشان أحط البهارات. زي ما أنتوا شايفين حطيت البهارات، أي بهارات أنتوا حابينها، وحطيت المميز فيها أني حطيت فيها صبغة زعفران أو لون الزعفران، وحطيت ماية ورد كنكهة، وأيضا شفتوني حطيت زيت زيتون. ودحين أخلطهم مع بعض، أدوس القفاز وأخلطهم. وخلاص دحين زي ما أنتوا شايفين أني مزجت المكونات كلها مع بعض، خلاص أدخلها الفرن بدون تغليف قستير عشان ما أبغى عليها مرة مرقة أو تكون عليها يعني موية زايدة. وأدخلها الفرن دحين، شايفين جمالها قبل ما أدخلها. حطيت صبغة الزعفران عشان يعطيها لون. خلاص زي ما أنتوا شايفين حطيتها على درجة حرارة، التوقيت حقي 400 درجة حرارية. زي ما انتو شايفين يا حبايب قلبي وحبايب عمري، اسهل من الطبخة هذه ما فيش. كرات اللحم بالخضار بالفرن، اسهل طريقة لما تكوني تعبانة تجيبي اشياء كذا مجمدة تسهل لك حياتك وتنبسطي. وصحة وعافية يا رب. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا اللايك عشان أخذ أكثر نسبة مشاهدة بإذن الله. ولا تنسوا تفعيل الجرس، ولا تنسوا تكتبوا لي في الكومنت تعليق جدا جميل جميل جميل، يسعدني طول اليوم. الله يسعدكم ويحقق أمانيكم يا رب العالمين، وهنا وعافية. وهذه الصينية من قريب، شوفوا كيف صبغة الزعفران وريحة موية الورد ونكهة القرفة. أنصحكم تعملوها. وصحتين وعافية. شايفين كيف شلنا الأشجار الزايدة كلها، ما بقينا إلا كليل الجبل أو الروزماري. قولوا لي هذا إيش اسمها، كليل الجبل ولا روزماري؟ هذه تنحط على ستيك اللحم تعطيها لذاذة مو طبيعية. شايفين كل الحوض خلاص بإذن الله يطلع النعناع كذا جديد. عندي هنا شجرة الجوري، أول ما اشتريتها كان فيها ورد جوري، وهذه برضو شجرة زرعة ورود كانت تطلع ورود، ما شلناها حاليا. وهذه الشجرة غريبة طلعت وكبرت بس ما ندري ايش هي، خليناها ما شلناها. وفرشت الفرشة عشان نبغى نتغدى بالهواء العليل، مرة الجو جميل اليوم. زي ما انتو شايفين يا حبايب قلبي صحتين وعافية يا رب.
اهلا اهلا، زي ما شفتوا بالتصوير شفت طريقة نقل الصبار او الألوفيرا، كيف طريقة نموها عن طريق القص بعدين زراعتها في التربة. اللي عنده معلومة يكتب لي اياها في الكومنت. هذه الصبارة كانت هنا ونقلتها في القصيص هذا، دحين ابغى اضبطها زي الناس. وهنا نقلتها وبإذن الله يا رب إنها ما تموت وتعيش وتصير كبيرة زي الثانية. ومعليش يا حبايب قلبي، فقرة تستارة بإذن الله، أول لما أقضى بإذن الله إني أصور لكم الفيديو حق استارة المطبخ. مع السلامة.